الأخ الكريم يريد أن نذكر الأمة بصلاة الفجر، وأنا أود أن أقول في كلمات حاسمة قليلة: صلاة الفجر ترمومتر حقيقي يحمله كل مسلم في قلبه وفي يده، يريد أن يقيس به درجة إيمانه من نفاقه. يعني المؤمن هو الذي يواظب على صلاة الفجر، البكاش والدجال الكبير واللي قلبه فيه نفاق وهو لا يدري هو الذي يضيع صلاة الفجر. معلش سامحني، ما احنا مش عاوزين بقى نضحك على بعض. المواظب على صلاة الفجر هذا هو الذي ذاق قلبه طعم الإيمان، إنما راجل مضيع لصلاة الفجر يدور بقى النفاق مالي قلبه لحد فين. يا شيخ ما تبقاش انت ما تعودناش منك الشدة دي يا شيخ محمد، ما هنجامل بعض على حساب الدين، ده كلام النبي الأمين، دفاع حديث كمان. أيوة فيها حديث، دفاع حديث وفي الصحيحين، يعني في أعلى درجات الصحة. تذكرنا يا مولانا، ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. ها هتنوي الليلة تواظب على صلاة الفجر، وأنت يا أختاه يلي بتضبط المنبه على وقت المدارس، بس تضبط المنبه عشان تقوم تصحي الولاد للمدارس، لكن ما فيش في حساباتك صلاة الفجر. وعاوزين نصرة، نصرة تيجي منين؟ النصرة تيجي منين والمساجد تبكي حالها إلى الله في صلاة الفجر؟ ممكن أقول لك كلمة وتزعلش مني: لن ننصر إلا إذا امتلأت المساجد في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة، نبقى ساعتها نستحق النصر. أسأل الله أن يردنا إلى الإيمان ردا جميلا.